الرراية تبع الفصل الأول راح يجي منهم على أكيد إن شاء الله 2 أو 3. الرراية الأولى باستخدام يوستو، إذا أعطاني أم إز آر مع كاستمر نورمال فاميليار تو زائد فيرب 1، الحل بنزل أم إز آر وبكتب يوستو والفيرب 1 بنحط له أي إن جي، وانتبهوا للنات وجود النفي. الحالة الثانية من الوحدة الرابعة، إذا أعطاني إت إز إت واز، شو الفرق بين إز واز؟ واز للماضي، إت إز إت واز بعديها بكون اسم محدد تحتيه خط أو بخط غامق، بنشوف هذا الاسم المحدد الهو والويتش والوين والوير، يعني إذا كان عاقل هو غير عاقل ويتش، زمان وين والمكان وير، وانتبهوا لترتيب الجملة هون. برضه من الوحدة الرابعة، إذا أعطاني إذا بلش الجملة بكلمة ذا بيرسون بتاخد هو، ذا ثينج بتاخد ويتش، ذا تايم بتاخد وين، وذا بليس بتاخد وير، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بدها تكون في آخر الجملة حسب اللي بختاره، إذا كان عاقل أو غير عاقل أو زمان ومكان. الخطوة الثالثة قبل هاي الكلمات، قبل الإجابة إز أو واز، وهون انتبهوا جدا لترتيب الجملة. إعادة كتاب المهم جدا هو بتعلق بالريبورتد سبيتش، لازم يكون عندي سد وتلد. نبلش، اي بتصير هي او شي، الماي هز او هير، المي هم او هير، الوي ذي، اور ذير، والاس ذم. تحويل الفعل، الفيرب 1 لفيرب 2، والفيرب 2 هاد فيرب 3، ام و اس بتصير ار، ار بتصير وير، واز وير بتصير هاد بين، have و has بتصير had، can could، will would، do does مع verb 1 بتصير did verb 1، didn't مع verb 1 didn't مع verb 1 هاي مش verb 3 بتصير hadn't verb 3. تحويل الظروف، this the that، these those، tonight that night، today that day، now then ago before، next مع وقت the وقت after، last مع وقت the وقت before، tonight that night here there tomorrow the day after yesterday the day before. هذول الأربعة لازم تشوفهم بامتحان، يعني تشوف أقل إشي تنتين منهم بعون ربنا.